دلوقتي هنبدأ شرح النص على هيئة فقرات، والفقرة الأولى بعنوان الحاكم المستبد كالوصي الخائن. نقرأ الفقرة: ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصي الخائن القوي، يتصرف في أموال الأيتام وأنفسهم كما يهوى ما داموا ضعافا قاصرين. فكما أنه ليس من صالح الوصي أن يبلغ الأيتام رشدهم، كذلك ليس من غرض المستبد أن تتنور الرعية بالعلم. لا يخفى على المستبد مهما كان غبيا أن لا استعباد ولا اعتساف إلا ما دامت الرعية حمقاء تخبط في ظلامة جهل وتيه عماء. بيبدأ الكواكبي النص بتاعه بأنه بيشبه لنا الحاكم المستبد بالنسبة لشعبه زي شخص وصي على أطفال يتامى، لكن الوصي ده هو خائن للأمانة وقوي، فبيقدر يتصرف في أموال الأيتام وأنفسهم زي ما يحب طول ما هم ضعاف وقاصرين مش قادرين يتصرفوا في أموالهم. وبيوضح لنا الكواكبي إن الوصي الخائن ده مش من مصلحته إن الأيتام يبلغوا رشدهم، كذلك الحاكم المستبد مش من مصلحته إن رعيته أو شعبه تتعلم وتتثقف. وبيأكد الكواكبي إن الحاكم المستبد لا يخفى عليه مهما كان غبي إن مفيش قهر ولا ظلم للرعية إلا لما تكون الرعية قليلة التصرف وقليلة الحيلة وبتتخبط في الجهل. لو جينا بصينا لمعاني المفردات هنلاقي إن كلمة المستبد معناها المتفرد بالرأي، أما كلمة قاصرين معناها لم يبلغوا رشدهم، وكلمة اعتساف معناها عنف وقوة، وكلمة حمقاء معناها قليلة العقل، كلمة تخبط يعني تسير بغير هدى، كلمة تيه معناها ضلال. لو جينا بصينا على الجماليات اللي موجودة في الفقرة هنلاقي ان جملة ما أشبه المستبد بالوصي الخائن ده تشبيه للحاكم المستبد وكأنه وصي خائن على أطفال يتامى. طبعا سر جمالها هنا التوضيح. أما جملة تتنور الرعية بالعلم فدي استعارة مكنية شبه فيها الكاتب العلم وكأنه مصباح ينير الطريق، وطبعا سر جمالها هنا التجسيم. وجملة أنه ليس من صالح الوصي ده اسلوب مؤكد، وجملة لا استعبادة إلا ما دامت الرعية حمقاء ده اسلوب قصر بيفيد التوكيد والتخصيص. دلوقتي هناخد الفقرة التانية بعنوان عوام الناس هم قوة المستبد. نقرأ الفقرة: العوام هم قوة المستبد وقوته، بهم عليهم يصول ويطول، يأسرهم فيتهللون لشوكته، ويغصب أموالهم فيحمدونه على إبقائه حياتهم، ويهينهم فيثنون على رفعته، ويغري بعضهم على بعض فيفتخرون بسياسته، وإذا أسرف في أموالهم يقولون كريما، وإذا قتل منهم ولم يمثل يعتبرونه رحيما، ويسوقهم إلى خطر الموت فيطيعونه حذر التوبيخ. أي حاكم مستبد بيستغل عامة الناس من الرعية عشان يكونوا هم قوته، فبيستخدمهم عشان يترفع ويسيطر عليهم، بيأسرهم فبيفرحوا بقوته وبأسه، وبياخد أموالهم بالغصب والقهر وبيمدحوه عشان هو أبقى حياتهم، وبيستخف بيهم وبيهنهم فبيشكروه على علو مقامه ورفعته، وبيقلب بعضهم على بعض فبيفتخروا بسياسته، ولو تجاوز الحد في أموالهم يقولوا عليه كريم، ولو قتل ناس منهم وما انتقمش من الجثث بيعتبروه رحيم، وبياخدهم طريق الخطر وطريق الموت فبيطيعوا أوامره عشان خايفين من التأنيب والتوبيخ. لو جينا نشوف معاني المفردات، كلمة قوت معناها طعام، كلمة يصول معناها يتسلط ويقهر، كلمة يطول معناها يعلو ويرتفع، ويتهللون معناها يفرحون، شوكته معناها قوته وبأسه، يغصب أموالهم معناها يأخذها قهرا وظلما، رفعته معناها شرفه وارتفاع منزلته، يغري معناها يحرض ويقلب، أسرف معناها جاوز الحد، يمثل معناها ينكل وينتقم، أما كلمة التوبيخ معناها اللوم
والتأنيب. لو جينا للجماليات هنلاقي ان جملة العوام هم قوة المستبد وقوته دي جملة فيها تشبيه، شبه الكاتب فيها عامة الناس من الرعية وكأنهم هم قوة الإنسان المستبد والقوت الذي يتغذى عليه، وطبعا سر جمال التشبيه هو التوضيح. أما كلمة شوكته فدي كناية عن قوته وبأسه. جملة يسوقهم إلى خطر الموت ده تصوير للرعية وكأنهم قطيع يساق. أما كلمة بهم وكلمة عليهم وكمان كلمة يهين وكلمة يثني، بين كل كلمتين من دول طباق إيجاب يبرز المعنى ويوضحه. أما كلمة قوة وقوت وكلمة يصول ويطول فدول بينهم جناس ناقص يطرب الأذن ويحدث جرسا موسيقيا. ودلوقتي نيجي للفقرة الثالثة والأخيرة من النص بعنوان العلم قاهر الاستبداد. نقرأ الفقرة: والحاصل أن العوام يذبحون أنفسهم بأيديهم بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة، فإذا ارتفع الجهل وتنور العقل زال الخوف وأصبح الناس لا ينقادون طبعا لغير منافعهم، كما قيل: العاقل لا يخدم غير نفسه، وعند ذلك لا بد للمستبد من الاعتزال أو الاعتدال. وكم أجبرت الأمم بترقيها المستبد اللئيم على الترقي معها والانقلاب رغم طبعه إلى وكيل أمين يهاب الحساب، ورئيس عادل يخشى الانتقام، وأب حليم يتلذذ بالتحاب. وحينئذ تنال الأمة حياة رضية هنية، حياة رخاء ونماء، حياة عز وسعادة. لو جينا نشوف الكواكبي عايز يقول لنا ايه في الفقرة الاخيرة من النص، هنلاقيه ان هو بيقول لنا ان خلاصة الكلام ان عامة الناس هم اللي بيذبحوا انفسهم بايديهم، ده بسبب خوفهم اللي بينشأ او بيحدث عن طريق الجهل والغباوة. هنا مقصود بالغباوة هو الغباء في فهم مقدرات الامور، ان هم مش فاهمين ان هم اقوى مليون مرة من الحاكم المستبد، فبيخافوا عشان هم عندهم جهل مش متعلمين ولا متنورين. فبتكون النتيجة لما يرتفع الجهل يعني يزول الجهل ويتنور عقل الرعية بالعلم، بالتالي بيزول الخوف من الرعية وبيصبح الناس ما بينقادوش يعني ما بيتبعوش غير منافعهم. وكما قيل ان الانسان العاقل ما بيخدمش غير نفسه. وفي الوقت ده لما المستبد بيلاقي ان رعيته تنور عقلها بالعلم ما بيكونش قدامه الا احد امرين، اما انه يعتزل او يعتدل. وبيكمل الكواكبي وبيضرب امثلة وبيقول كتير جدا من الامم اجبرت الحاكم المستبد اللئيم ان هو يترقى بسبب ترقيها، الامم بتترقى بالعلم، فده بيستتبع ان الحاكم المستبد يرتقي بطبعه واسلوبه ويصبح الحاكم المستبد وكيل او نائب عن الشعب، امين بيخاف من حساب الشعب، وبيتحول لرئيس عادل بيخاف انتقام الشعب وثورته، ويتحول الى اب حليم عاقل بيفرح ويتبسط بالمحبة مع شعبه. وفي الوقت ده لما بيوصل الحاكم لهذه المرحلة مع شعبه بتعيش الامة حياة هنية رضية، حياة ملؤها السعادة. شوف معاني المفردات، هنلاقي ان كلمة الحاصل معناها الخلاصة، وكلمة الناشئ معناها الحادث المتجدد، وكلمة الغباوة معناها الجهل وعدم الفطنة، وجملة ارتفع الجهل معناها زال، وكلمة الاعتزال معناها البعد والتنحي، وكلمة الاعتدال معناها الاستقامة. اما كلمة ترقيها معناها ارتفاعها وعلوها، وكلمة اللئيم معناها الدنيء الخبيث، وكلمة الانقلاب معناها التحول، وكلمة وكيل معناها نائب، وكلمة يهاب معناها يحذر ويخاف، وكلمة حليم معناها عاقل متأني، وكلمة التحاب معناها المحبة، وكلمة رخاء معناها سعة عيش. أما لو جينا بصينا للجماليات هنلاقي إن جملة إن العوام ده أسلوب مؤكد بإن، وفي نفس الوقت هو كناية عن ظلم الإنسان العامي اللي هو الإنسان من الشعب لنفسه عن طريق جهله.
أما جملة إذا ارتفع الجهل وتنور العقل زال الخوف، ده أسلوب شرط بيبين أثر العلم في تأمين النفس، وفي نفس الوقت في تصوير استعاري بيشبه الجهل بشيء مادي يرتفع، وسر جماله هنا التجسيم. أما جملة تنور العقل فهي استعارة مكنية، شبه العقل كمكان ينور، وسر جمالها التجسيم. أما جملة لا يخدم غير نفسه، ده أسلوب قصر بالنفي والاستثناء، الغرض منه التخصيص والتوكيد. أما كلمة الاعتزال والاعتدال فدول بينهم جناس ناقص يطرب الأذن، وكلمة الانقلاب والحساب دول اتفاق نهايات الجمل، فده سجع يطرب الأذن. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح النص وشرح معاني مفرداته وتوضيح جمالياته. ودلوقتي جه دور التعليق على النص. النص ده بينتمي إلى فن المقال، ولو دققنا هنلاقي إن المقال ده بيختص بالجانب السياسي، لأنه بيتناول موضوعات سياسية داخلية وخارجية. وهنلاقي إن المقال في أسلوبه هو سهل اللفظ، واضح المعاني عشان يلائم جماهير القراء. كمان من أهم سمات المقال إن هو يميل إلى الإقناع الفكري والشعوري، ده عن طريق تقديم صور توضيحية وأساليب تقريرية ونقد لاذع في بعض الأحيان. وزي ما شفنا في المقال ده إن هو بيفضل اللفظ الشائع زي تعبير كلمة الغباوة والتعبير المعروف في مجال السياسة. أما لو جينا شفنا سمات أسلوب الكاتب، هنلاقي إن عبد الرحمن الكواكبي من أهم سماته في مقاله دوت الاقتضاب، يعني عدم الإطالة أو الحشو الزائد، والبساطة والابتعاد عن الصنعة والتعقيد. كمان هنلاقي عنده سلاسة وتأصيل للفكرة وتفريعها، وهنلاقي فيه حيوية في العرض وترابط في الأفكار والدقة. دلوقتي تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي احنا استفدناه بعد ما عرضنا النص من كل الجوانب بتاعته، يعني ملخص النص. اولا عرفنا ان الحاكم المستبد بيحرص دائما على ان رعيته ما تنورش عقلها بالعلم عشان يفضل مسيطر عليهم ومتحكم فيهم. تاني حاجة، الشعب الجاهل المتخبط هو ده قوة الحاكم المستبد اللي بيستغله عشان يفضل مسيطر عليه بالقوة والاستبداد. النقطة الأخيرة، إن عوام الناس من الشعب بيذبحوا أنفسهم بإيديهم عشان جهلهم، فلما يزول عنهم الجهل لابد للحاكم المستبد إما إن هو يعتزل ويترك الحياة، أو يعتدل ويخاف على مصالح شعبه. دلوقتي نيجي للتدريبات عشان نشوف مدى استفادتكم من النص. قطعة بتقول: ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصي الخائن القوي يتصرف في أموال الأيتام وأنفسهم كما يهوى ما داموا ضعافا قاصرين. سؤال ألف: هات معنى المستبد وجمع الوصي. سؤال ب: اشرح الفقرة بأسلوبك. سؤال جيم: استخرج صورة بيانية ووضحها مبينا سر جمالها. لو جينا بصينا لإجابات الأسئلة هنلاقي ان كلمة المستبد معناها المتفرد بالحكم، وجمع كلمة الوصي الاوصياء. الفقرة لو جينا شرحناها هنقول ان الكاتب بيرى ان الحاكم المستبد بيكون حريص كل الحرص على ان رعيته ما يتنورش عقلها بالعلم، زي بالظبط الوصي الخائن اللي بيتصرف في مال الايتام زي ما هو عايز، ما دام الايتام دول ضعاف غير راشدين ولا يستطيعون ان يحاسبوه. أما بالنسبة للصورة البيانية، هنلاقي إن جملة ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصي الخائن، ده تشبيه للمستبد إن هو وصي خائن قوي، وطبعا سر الجمال هنا التوضيح. لو جينا للتدريب الثاني، قطعة بتقول: والحاصل أن العوام يذبحون أنفسهم بأيديهم بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة، فإذا ارتفع الجهل وتنور العقل زال الخوف وأصبح الناس لا ينقادون طبعا لغير منافعهم. سؤال ألف: هات مرادف الناشئ ومضاد ارتفع. سؤال ب: ماذا تفهم من هذه الفقرة؟ سؤال جيم: ما الجمال في تنور العقل؟ تعالوا نشوف إجابتنا. سؤال ألف: مرادف كلمة الناشئ معناها الحادث المتجدد، ومضاد ارتفع معناها استقر وثبت. سؤال ب:
اللي نفهمه من الفقرة إن عوام الناس من الشعب بيذبحوا أنفسهم بأيديهم، ده بسبب جهلهم وغباوتهم، ولما بيزول الجهل وبتتنور العقول بتتبع الناس مصالحها فقط. سؤال جيم، تنور العقل، طبعا دي صورة بيانية، هي عبارة عن استعارة مكنية، شبه الكاتب العقل مكانا يتنور. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من شرحنا للنص النهاردة. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.